أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دوما ودائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. عمته مساء، مساك الله بالنور والسرور يا أبو فهد، حياك الله وساعة مباركة. حنا دائما من خلال هذا البرنامج أبو فهد حاولنا نسوي تنويع بالمجلات الرياضية، طبعا نعرض مجلات كويتية وخليجية ومجلات عربية، وكذلك عرضنا مجلات أجنبية باب التنويع أبو فهد، وباب إبراز هذه المجلات، خصوصا أن بعض هذه المجلات قيمة. نتكلمنا عن الرياضي وعن الأجيال وعن الملاعب، تكلمنا عن الصقر، وتكلمنا عن أنباء الرياضة مات لجنة الأولمبية، وتكلمنا عن أولمبياد وصحف سعودية وجرائد سعودية، ولكن هذه المجلة أبو فهد نادرة، هذه يمكن من 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 اقيم المجلات الحقيقه اللي انا شفتهم. هذه مجلات مجمعينها يعني. اي نعم، هذه ابو فهد اشوف بس الساده المشاهدين. تفضل. طبعا اعزائي المشاهدين، هذه مقتنيات اصليه لكن للحفظ يعني تم حفظها في مجلد، يعني هذا يذكر نفس كتاب الزماني اللي ابن الزعفراني مال عبد الحسين عبد الرضا في مسرحيه على همان يا فرعون. فهذا صار حاطينه مثل مجلد. هذا مجلد من العدد 1 للعدد 12 انباء اسمها الرياضه العربيه. مجله الرياضه العربيه. هذه المجله طبعا الرياضه العربيه مجله العرب لكل العاب الرياضيه في العالم، تصدر عن مؤسسه اروب للنشر والاعلام في روما. هذا العدد الاول السنه الاولى، العدد الاول هذا العدد الاول السنه الاولى 28 اغسطس 1977 77 سافر مجانا الى كاس العالم لكره القدم في الارجنتين. هذه طبعا الاعلانات. اي نعم، روح طبعا الى تونس تنجح في تنظيم اول بطوله لكاس العالم للشباب في كره القدم. صحيح، اول بطوله تجريبيه سووها كانت في تونس سنه 1977، بعدها صارت البطولة اللي فاز فيها مارادونا وظهر فيها مارادونا ودياز اللي صارت في اليابان 79، بعدها 81 قطر، وما أدراك ما قطر سووا في البطولة هذه وصلوا للنهائي. نعم. وبعدها استمرت. نجحت تونس في تنظيم أول بطولة لكأس العالم للأواسط في كرة القدم برغم إخفاق فريقها في إحراز نتائج طيبة، بل كان خروجه من مجموعته وخسارته بنتيجة ثقيلة في يوم الافتتاح إلى جانب إخفاق فريقين المغرب والعراق، أحد أسباب عزوف جمهور الكرة وهو جمهور كبير وعريض في تونس عن مواصلة تتبع باقي المباريات حتى لقاء الختام بين فريقي الاتحاد السوفيتي والمكسيك. طبعا المنتخب العراقي هنا شارك بصفته بطل آسيا للشباب، البطولة التي أقيمت في طهران بعد فوز المباراة النهائية على منتخب إيران للشباب بنتيجة 4-3. الكل شاف يعني الأهداف، حسين العيبي حط هدف، واعتقد حسين سعيد سجل هاتريك او اعتقد هدفين. نعم. وقتها فازوا 4-3. اي نعم، هني طبعا لقطه، هذه صوره جميله، لقطه مباراه تونس وفرنسا، هذا لاعب برازيلي ابو فهد اسمه فينا، كاتبين خليفه توستاو. طبعا المسميات هو ما درينا عنه، ما يعني ما عرفناه خلاص. اي نعم، وهني طبعا كاس العالم للشباب للاتحاد السوفيتي، هو بطل عالم. نعم. في اول بطوله كاس عالم الشباب، وهنا عندنا صوره لسليم علولو او علولو رئيس الاتحاد التونسي، وهذا الجناح الروسي الخطير. طبعا روسيا اخذت البطوله هذه، الاتحاد السوفيتي اخذ بطوله الشباب الاولى في تونس، وصل النهائي في البطوله اللي اقيمت في اليابان وفازوا فيها مارادونا ورفاقه يعني منتخب الشباب بالمباراة النهائية على منتخب الاتحاد السوفيتي. نعم. هني هذه طبعا الحكم العربي عزة الهواري الذي ساعد الحكم الفرنسي في نهائي كأس العالم. صورة جميلة جدا. ايش رايك نطلع فاصل؟ بعدين نتابع بقية الحلقة. أعزائي المشاهدين،
لا تبعدون، خلوكم معنا، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية الحلقة. وإحنا في البارت الأول كنا مع مجلة الرياضة العربية التي صدرت في عام 1977، وكان العدد الأول قاعد يعني يطلع أو يورينا يا أبو غازي في البارت الأول، وهي بطولة كأس العالم للشباب التي قيمت في تونس سنة 1977. نعم، هني الحكم العربي عزت الهواري اللي ساعد الحكم الفرنسي في نهائي كأس العالم، وكذلك هني هذا فريق الاتحاد السوفيتي، صورة لفريق الاتحاد السوفيتي البطل كاس وقتها اللي سي 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 بي هذا أطول حروف. وهني فريق المكسيك، صورة جماعية لفريق المكسيك الوصيف. خلنا نروح نستعرض نتائج فرق العربية. فيقولك شاركت فرق العربية، يقولك المغرب المغرب والعراق، يقول لم ما كانوا أحسن حظا أو مستوى من فريق تونس على أي حال. وشارك الفرق العربية في ذلك فريقا إيران وساحل العاج، اللذان مثلا مع الفرق العربية قارتي أفريقيا وآسيا. ولعل أبرز نتائج العربية وفائد في البطولة فوز العراق على النمسا 5-1 وتونس على إسبانيا 1-0، وحصول العراق على مركز ثاني المجموعة بعد الاتحاد السوفيتي. ونعود للفرق العربية فنجد أن كل يعني رصيد العراق هو 6 أهداف 3 نقاط من انتصار 1 على النمسا 5-1 وتعادل مع بارغواي بدون أهداف، مقابل هزيمة أمام الاتحاد السوفيتي 3-1 خسروا العراق. أما رصيد تونس فكان هدفا واحدا فازت به نظيفا على إسبانيا، وفي المقابل يعني فازت على إسبانيا تونس 1-0، مقابل خسر الفريق التونسي أمام المكسيك 0-6 مباراة افتتاح نص دزن، أثقل هزائم البطولة، ثم خسر بهدف وحيد أمام فرنسا. بينما نجد رصيد المغرب 3 أصفار فلم يسجل أي هدف أو يحرز أي فوز أو تعادل، بل انهزم على غير ما كان منتظر أمام هندوراس 0-1، أمام المجر 0-2، وأمام أورغواي 0-3. يعني المنتخب العراقي هو شوي اللي حقق نتائج، هو اللي حقق. هنا عندنا طبعا هدف المكسيك الأول في النهائي طبعا، وهنا عندنا هذا فريق البرازيل، صورة جماعية لفريق البرازيل، حتى يمكن صاحب مجلة حط دائرة على أحد لاعبين طاهر عرفه. هذه صورة لفريق العراق يعني اللي قدم مستوى مشرف، منتخب العراقي، منتخب العراق تعادل مع البارغواي وفاز على طبعا تعادل مع البارغواي 0-0، وفاز على النمسا 5-1 وخسر 3-1 من الاتحاد السوفيتي. اي نعم، فأدى طبعا اداء طيب. هني طبعا هذه نتائج المجموعات وفهد نتائج المجموعات، المجموعه الف المكسيك الاول، اسبانيا الثاني، فرنسا الثالث، بعدين تونس. مجموعة باء أورغواي الأول، هندوراس، المجر، وأخيرا المغرب. هندوراس. إيه هندوراس. المجموعة جيم البرازيل الأول، إيران الثاني، إيطاليا الثالث، ساحل عاج الرابع. مجموعة دال الاتحاد السوفيتي الأول، العراق الثاني، بارغواي والنمسا. طبعا يوصل فريق واحد من كل مجموعة، أربع فرق. الدور قبل النهائي تعادل المكسيك مع البرازيل 1-1 0-0 أمام 6000 متفرج، والاتحاد السوفيتي مع أورغواي 0-0، ثم فاز بركلات الجزاء 5-3 أمام 4000 متفرج. لا إذا تعادلوا ما في يمكن يلعبون، لأن مباراتين مباراة البرازيل هذه تعادلوا أي ولعبوا، ما يلعبون بلنتيات، يلعبون مباراة ثانية، مباراة ثانية، وإذا تعادلوا يمكن يلعبون بلنتيات. أي ظاهر. المركزان الثالث والرابع فازت البرازيل على أورغواي 4-0 طبعا بين قوسين 2-0 امام 1000 متفرج. وصلنا التجوري النهائي، بس تعادل الاتحاد السوفيتي مع المكسيك 2-2 وفازوا 1-0، ونفس النتيجه في الوقت الاضافي، ثم فازت بركلات الجزاء 9-8 امام 5000 متفرج. وصلنا التجوري ابو غازي. تجوري يا طويل العمر، يعني صوره ابو فهد، صوره رئيس الاتحاد التونسي سليم علولو طبعا في ذاك الوقت. أعزائي المشاهدين، وصلنا نهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي، تحيات أخوكم فهد عبد الجليل
إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.